النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة جدا على الـ MCQ اللي جاي يوم الثلاث، وأهم النقط اللي مفروض نركز عليها بالنسبة للـ ECG. احنا مش هنشرح من جديد ECG طبعا، زي ما الناس كلها عارفة، الناس عايزة تركز على أهم النقط اللي من خلالها تدخل الامتحان. في الـ ECG الجزء الأول في النورمال، لازم تعرف ليد 1 وليد 2 وليد 3 كل واحدة موجودة فين. بالنسبة لليونيبولر تشاست ليدز يركزوا على V1 لV6 وبالأخص عند V4 اللي هي الكيفس لفت انتركاستر سبيس انسايد ذا ميد كلافيكولار لاين. الجزء بتاع الاكسس لازم تعرف سبب الرايت اكسس ديفيشن واللفت اكسس ديفيشن. الفكرة بمنتهى البساطة، الاكسس بيبقى ديفييتد في ثلاث حالات، لو في اكتوبك فوكس دي حالة، ولو في باندل برانش بلوك دي الحالة الثانية، ولو في فانتيكل هايبرفيتي دي الحالة الثالثة. النقطة اللي تهمني كمان نورمال ويفز، كل ويف تمثل ايه؟ يعني البي ويف اتريال دي بولاريزيشن، الكيو سبتر، الار ايبكس وول، الاس بوست بيزال بارت ذا لفت فانتيكل اند بالمونري كونز، التي تمثل فانتيكل ري polarization، والPR interval تمثل AV conduction، والST ايزو electric line. لو دخلنا على الاريزميا عايزكم تركزوا في نقطة سبب السينوس تاكي كارديا sympathetic ده physiological، واسباب تانية pathological زي fever او regulation of low arterial blood pressure. اعكس يبقى sinus brady cardia. لو اتكلمنا عن الاريزمياس من حيث ectopic focus، قاعدة عامة، أي ectopic focus في الاتريوم الـ P wave is abnormal، QRS و T يبقى شكله طبيعي، من الكوندكشن الـ His bundle والـ Purkinje fibers ما تغيرتش. الكلام ده هيمشي على premature atrial tachycardia، paroxysmal atrial tachycardia، atrial flutter، atrial fibrillation. نيجي بالنسبة للـ atrial flutter و fibrillation، المقارنة ما بينهم موضع MCQ، وأهم النقطة فلاتر بيبقى فيه 2 بي الى واحدة QRS او 3 بي لواحدة QRS. الاتريال ريت يوصل ل350، دول اهم نقطتين. بالنسبة للاتريال فايبريليشن مفيش بي ويف، عندي اف ويف، والاتريال ريت يوصل الى 500. اوعى تتلخبط في الام سي كيو، هارت ريت ان اتريال فايبريليشن لا يصل الى 500، هارت ريت معناها فنتريكولار ريت. بالنسبة للاتريال فايبريليشن اهم كلمتين فيهم بالسس ديفيسيت، ودي مهمة جدا، واف ويف. علاج اي مشكلة في الاتريوم ان انا بشغل الفيجس بكذا طريقة، كاروتيد ساينس مساج، فالزالفا، اي طريقة في الكتاب. المهم ان الكارديو فيرجن مهمة جدا للفنتريكولار فايبريليشن. نيجي للبريماتيور فنتريكولار كونتراكشن او اكسترا سيستول. اهم النقط اللي لازم تعرفها، 1 هاي فولتج، 2 بيزار QRS، 3 prolonged QRS duration وinverted T wave واكسس deviation. انا بركز على النقط المهمة في MCQ، ما بيطلبش منك شرح لكل حاجة، بيطلب اهم البوينتس. لو اتكلمنا عن disturbance in الفايبريليشن سواء اتريوم او فنتريكولار فايبريليشن، بيتشابه في حاجه الكوندكشن اوف امبلس كانها ماشيه في باك اوف وورم. بالنسبه للفنتريكل فايبريليشن حاله قاتله محتاجه كارديو فيرجن سريع، اتريال فايبريليشن مش محتاجه، ان معظم الدم بينزل في الفنتريكل بالبريشر ديفرنس. لو مسكنا الديستربنس ان كوندكشن، عندي يا اما الكوندكشن يبقى بطيء جدا يا اما يبقى سريع. بطيء جدا عندي ثلاث حالات، SA بلوك ودي حاله نادره، AV بلوك ثلاث درجات. بنركز في الام سي كيو على الاتي، فيرست ديجري كل الانفلس تعدي من الاتريوم للفنتريكل بس بصعوبه، سكند ديجري من كل 2 تعدي واحده للفنتريكل، او من كل 3 تعدي واحده. والملاحظ ان الاتريال فلاتر شبه السكند ديجري اي دي بلوك، ثيرد ديجري بنركز مع بعض مفيش حاجه هتعدي خالص. فدكتور فاتن بتركز على كلمه اي في ديسوشيشن، انفصال اتريوم عن الفنتريكل. النقطه الثانيه ايديو فنتريكولار بريزم، الفنتريكل شغال لوحده،
الحاجة التالتة آدمز ستوك سيندروم، وده وصف للمشكلة إن الهارت ريت ما يزيدش عن 30، اللي هو شغل البركينجي فايبرز. كل نقطة من دول نقط ام سي كيو مهمة. امتى الكونتاكشن يبقى سريع جدا؟ لو عندي باندل اوف كانت وولف باركنسون وايت سيندروم، دي حالة باثولوجيكال. فيسيولوجيكال عندي سيمباثاتيك. اخر جزء مهم في الاي سي جي هنركز عليه افكت اوف اينز. لو الكالسيوم قل هتطول اليو تي انترفال، معناه ان مدة السيستول طولت منك. لو البوتاسيوم عندك زاد يعمل طول بيج تي ويف، دي مهمة قوي وبيركزوا عليها. بالنسبة للمايوكارديال انفاركشن ساعات الام سي كيو ما يقولكش مايوكارديال انفاركشن، يقول كورونري ارتري انسفشنسي، معناه ان اتسد الكورونري ارتري. هتركزوا على ثلاث كلمات: واحد انفيرتد تي، اثنين اليفيتد اس تي سيجمنت، ثلاثة هي ديب كيو. مهم قوي ان السؤال الام سي كيو ايه العلامه اللي هتفضل مميزه للاولد مايكارديال انفاركشن، جالك قبل كده انفاركشن، هو الديب كيو. نقطه ثانيه اخيره احب انبه اليها، لو اتسالت كارنت انجري او الكتريك ويندو، المصطلحات دي ارجع للنظري هتلاقيها في المايكارديال انفاركشن.